استقبلت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة التونسية، حيث عقد جلسة مباحثات بحضور عدد من المسؤولين. كما حضر الجلسة من الجانب التونسي وزير الخارجية ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات رئيسة الجانب التونسي في اللجنة الوزارية المشتركة، بالإضافة لسفير تونس في القاهرة. وخلال الاجتماع توجه مدبولي بالشكر لرئيسة الحكومة التونسية على حفاوة الاستقبال، معربا عن اعتزازه بعلاقات التعاون مع تونس الشقيقة. كما أعرب مدبولي عن دعم مصر قيادة وحكومة وشعبا لكل الخطوات التي تقوم بها القيادة التونسية لإصلاح المسار السياسي والدستوري في البلاد. من جهتها جددت رئيسة الحكومة التونسية الترحيب بالدكتور مصطفى مدبولي في تونس، معربة عن أملها في أن تسهم اجتماعات الدورة السابعة عشرة للجنة المشتركة في تعزيز أواصر التعاون بين مصر وتونس، لا سيما في ضوء ما توليه القيادة التونسية من اهتمام بمختلف جوانب التعاون مع مصر الشقيقة. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا على الهواء مباشرة من تونس موفد التلفزيون المصري أحمد أبو الحسن. أحمد، ضعنا في تفاصيل أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وتونس وما شهدته من مناقشات حتى الآن. تحياتي لك زميلي وللسادة المشاهدين. بالفعل واصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال زيارته إلى تونس أعمال اللقاءات والاجتماعات الخاصة باللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية في دورتها 17. يعني بعد قليل إن شاء الله سوف يكون هناك أيضا توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين مصر وتونس لدعم مزيد من التعاون ومزيد من العلاقات المختلفة في العديد من المجالات على كافة المستويات. هناك أيضا كان اليوم استقبال السيدة نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة، وأعربت عن سعادتها بالتعاون المشترك الذي بدأ يخطو خطوات جديدة ويعني غير مسبوقة فيما يتعلق بالسنوات السابقة. لأن وخلال كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالأمس خلال المنتدى الاقتصادي المصري التونسي، أكد فيها رئيس الوزراء على أن ما تشهده مصر وتونس من تبادل في العلاقات والاستثمارات وفرص الاستثمار هو بالفعل مرضي، ولكن لم يكن هو بالشكل المطلوب، لم يكن هناك استثمارات على المستوى المطلوب. هناك العديد من فرص الاستثمارات الواعدة بين مصر وتونس يجب أن يتم استغلالها على بالشكل الأفضل. هناك أيضا تأكيد من القيادة السياسية بين مصر وتونس على ضرورة تعزيز هذه العلاقات بشكل كبير. نؤكد أن الدورة 19 أو اللجنة العليا المصرية المشتركة بين مصر وتونس تعد هي إحدى أقدم اللجان العربية المشتركة. مصر وتونس تعتزمان بالفعل خلال هذه الزيارة على ضرورة تفعيل هذه البروتوكولات والاتفاقيات التي سوف يتم الاتفاق عليها، وهناك متابعة مستمرة من الجانبين حتى يتم تيسير الإجراءات الخاصة بتفعيل هذه الاتفاقيات والاستثمارات. هناك أيضا كان تصريح للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالأمس على ضرورة تيسير وتبسيط كافة الإجراءات الخاصة باستخراج التأشيرات للجانب التونسي ورجال الأعمال التونسيين للعمل في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة. لم يكن الاستثمار فقط والملف الاقتصادي هو الذي يربط بين مصر وتونس، ولكن هناك علاقات قوية تربط بين البلدين وتدعمها القيادة السياسية بشكل كبير. هناك دعما قيادة وحكومة وشعبا أيضا للجانب التونسي وبالمثل من الجانب المصري. هناك دعم أيضا من القيادة قيادة وحكومة وشعبا للجانب المصري. هناك أيضا كان خلال تمت مقابلة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أيضا مع السيد قيس سعيد رئيس دولة تونس الشقيقة، وأكد خلالها السيد قيس سعيد على أن مصر وتونس تربطهما علاقات قوية منذ الأزل. وهناك أرسل تحياتي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأشاد بالإنجازات القوية التي تتم في مصر على مستوى الإصلاح الاقتصادي والإصلاح المالي والاستثماري. وأيضا أكد على أن أمن مصر هو أمن تونس هو من أمن مصر. وأيضا في المقابل كان الدكتور مصطفى
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أكد على أن مصر لن تنسى الموقف الراسخ لدولة تونس الشقيقة فيما يتعلق بملف سد النهضة ووقوف تونس بجانب مصر يعني في هذا الملف. سيد قيس سعيد رئيس دولة تونس الشقيقة أكد أيضا على أن تونس يعني ترغب في أن تخطو خطوات قوية صحيح. مثل الخطوات التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في الإصلاحات والبنية التحتية والطفرة القوية التي صحيح. يعني أصبحت النموذج المصري أحمد النموذج المصري هو نموذج على مستوى العالم تجربة اقتصادية ناجحة وملهمة. وهنا أود السؤال حول العلاقات ما بين رجال الأعمال أيضا والقطاع الخاص في كلا البلدين. هناك مشاركة من قبل عدد من رجال الأعمال المصريين والتونسي في أعمال هذه اللجنة. بالفعل يعني زميلي هذا الملف هو ملف هام حيث أيضا يعني تضمنت كلمة الدكتور مصطفى مدبولي بالأمس خلال يعني حضور المنتدى الاقتصادي التونسي المصري بأن يعني رجال الأعمال هم شركاء في التنمية وشركاء ويجب ضرورة يعني مشاركة القطاع الخاص بشكل كبير وتعميق العلاقات بين القطاع الخاص والحكومة لمساندة الدولة ومساندة القطاع الخاص أيضا في النهضة الاقتصادية التي تصبو إليها الدول سواء كانت مصر أو تونس. وهناك تأكيد على أن يعني وهناك ترحيب من رجال الأعمال من الجانبين بضرورة يعني التعامل وتفعيل اتفاقيات ويعني خلق مجالات استثمارية جديدة. المؤتمر بالأمس حضره أكثر من 60 ممثل عن رجال الأعمال من كلا الجانبين من رجال الأعمال من المؤسسات الاقتصادية المختلفة. الملف الاقتصادي يعد هو الملف الأول صحيح. في العلاقات بين مصر وتونس بجانب الملفات الأخرى يعني من الملف الثقافي وأيضا الملف يعني ملف السياسي وتعزيز التعاون بين البلدين. هي رؤية ويعني يعني تحقيق لرؤى يعني سياسية صحيح. قوية تأمل مصر وتونس أن تصل إلى أعلى درجاتها من خلال التعاون المشترك ليس في المجال الاقتصادي فقط ولكن في كافة المستويات. إذن هي علاقات التي تخدم صحيح. البلدين والشعبين الشقيقين. إذن العلاقات المصرية التونسية هي علاقات متميزة وتعد نموذجا لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات العربية. أحمد أبو الحسن موفد التلفزيون المصري من تونس، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.